مرحب بحضراتكم من جديد. لازلنا معكم في برنامج قضايا تشريعية ونناقش أهم التشريعات المزمع إصدارها من البرلمان في عام 2020. وما زال معي ضيفي الكريمان، وأعود بسؤال الأستاذ محمود كمال. هل في من القوانين اللي هتصدر في 2020 من البرلمان منها قوانين مكملة للدستور؟ السؤال لحضرتك وللدكتور الذهبي. يعني أتمنى أن يكون في، وخاصة الرئيس فتحي السيسي قال لك الدستور كتب بحسن النوايا والدساتير لا تكتب بحسن النوايا. فطبعا أكيد في قوانين يريد تكون مكملة، زي القانون. طبعا أنا بتمنى من معالي وزير الدولة للإعلام، وهنا عشان المصطلحات تبقى دقيقة، الأستاذ أسامة هيكل، عملية تنظيم بقى ظهور بشكل عام، سواء ناس في السياسة أو ناس في الطب أو ناس في مختلف التخصصات، يبقى قانون وتشريع خاص بحاجة زي كده. عايزين كمان القوانين الخاصة بي في سلبيات، في بعض السلبيات القليلة اللي تم رصدها من خلال بعض المستثمرين وتم تقديمها للرئاسة ومجلس الوزراء، يعني وخاصة الشق الاقتصادي والشق المجتمعي. فاحنا محتاجين حاجات، يعني تشريعات تكمل يعني بعض السلبيات، خاصة برضو خاصة بالإجراءات القانون، الإجراءات الجنائية فيما يتعلق ان انا لو ممكن ازود من عدد المحاكم، ان انا اوسع الإدارة شوية، ان انا اعمل كمان قوانين كمان هنا خاصة بمكافحة الجريمة، مكافحة الجريمة الإلكترونية، ان انا اقدر اغلظ عقوبة، اقدر اعدل. كمان شفنا احنا مثلا حادثة الطفل محمود البنا والحادثة اللي اثارت جدلا كبيرا. نعم. يعني كل الحاجات اللي اثارت جدل، يعني انا مش اعتقد، بل ان انا متأكد انها محل دراسة من أجل عملية التعديل في الدستور الجديد وأمر الله سبحانه وتعالى. دكتور الذهبي تفضل، هل في إنها مشروعات قوانين مكملة للدستور؟ مع تقديري للشرح الأستاذ الفاضل، هو المقصود بالقوانين مكملة للدستور هو اللي تحدث عنه، دي التشريعات العادية، دي القوانين اللي بيملكها البرلمان العادية. أيوة. لكن القوانين المكملة للدستور، وتحديدا هتلاقي حضرتك دي من ضمن اختصاصات مجلس الشيوخ. يعني مجلس الشيوخ لما ايه الاختصاصات اللي بيقوم بيها، وبنقدر نقول عليها ان هي اختصاصات تشريعيه، بيؤخذ رايه في المعاهدات الدوليه، تحديدا معاهدات الصلح اللي تتعلق بالسياده. ده مشروع قانون بيتحدث عن هذا، ونصوص الدستور اعطت هذه الصلاحيات لمجلس. ده في اطار، بس انا بعرض فكره يعني ايه قوانين مكمله للدستور. اتنين، القوانين المكمله للدستور دي لازم يؤخذ رايه تحديدا مجلس الشيوخ، دي من الاختصاصات اللي أسندت إليه. بس في قوانين تم إقرارها في الأونة الأخيرة لما كانش موجود مجلس الشيوخ. طبعًا. لكن لما يتوجد هيتم العرض عليه. يعني فأصبح القوانين دي لأهميتها لابد من رأي مجلس الشيوخ مع مجلس النواب. ما هو البرلمان بقى غرفتين، مجلس الشيوخ ومجلس النواب. لكن المقصود تحديدا بقوانين مكملة الدستور بشكل مبسط للسادة المشاهدين، زي ما بيقول كده، قانون انتخابات رئاسية، قانون مجلس النواب، قانون مجلس الشيوخ، قانون مباشر للحقوق السياسية، قوانين المتعلقة بالحريات. احنا مش هنلحق نعمل الحاجات دي قبل مجلس الشيوخ، لازم تتعمل الحاجات دي على اساسها هيتولد مجلس الشيوخ. ما هي دي قوانين مكمله للدستور. دي قوانين مكمله للدستور. ودي اجنده البرلمان. يعني اجنده البرلمان النهارده من ضمنها برضو قانون مباشر للحقوق السياسيه. تحديدا مع قانون مجلس الشيوخ، مع قانون مجلس النواب. التعديلات مجلس النواب في العدد، يمكن اللي هو كان 540 هتبقى 450 زائد 5%. هيبقى في العدد فقط ولا في تعديلات اخرى؟ وفي نسب، نسب التمثيل، يعني للمرأة، ده المشروع يعني. لكن في النهاية الصورة مش واضحة لسه، ممكن أثناء المناقشات تتضاف مواد أخرى جديدة. لكن هي أهمية هذه التشريعات، لأن هي اللي هنقدر نكمل بيها النظام الديمقراطي والبناء الدستوري للدولة المصرية. لأن احنا تحديدا دخلنا في 9 سنين والسنة العاشرة ما عندناش قانون، ما فيش انتخابات محلية وما عندناش مجالس محلية. فأهمية إصدار مثل هذا القانون وأهمية الانتخابات، إن احنا 9-10 سنين ما عندناش مجالس محلية، وده فراغ الحقيقة دستوري داخل الدولة. المجلس الشيوخ احنا الحقيقة كناس متخصصين كان عندنا ألم إنه دستور 2012 وتعديلاته الجوهرية اللي نقدر نقول إن احنا بصدد دستور جديد 2014، للأسف الشديد ما لقيناش مجلس الشورى
اللي هو اتحذف من الحياه البرلمانيه. نعم، وده كان امر مؤسف، لانه تاريخنا الحقيقه كان عندنا ازدواج برلماني عظيم جدا. كان عندنا مجلس شورى النواب، مجلس الجمعيه التشريعيه، دي المسميات اللي سمي عليها الى ان وصلنا لمجلس النواب. في السابق مجلس الشعب، مجلس الامه، وهكذا التسميات. لكن وكان عندنا مجلس الشورى اللي هو النهارده رجع بمسمى قديم كان زمان موجود في ما قبل 52 في العهد الملكي، اللي هو مجلس الشيوخ. امر مهم جدا في البناء الديمقراطي، فلازم يصدر القانون عشان تتعمل انتخابات مجلس الشيوخ. انا تحديدا ما يعني مهم جدا ان احنا واحنا بنناقش مشروع قانون مجلس الشيوخ، لان زي ما قلت لحضرتك هو فيه اختصاصات تشريعيه، هو ما بيقومش بكامل اصدار التشريعات، لكن فيه اختصاصات تشريعيه، تحديدا خمس سلطات في مشروع القانون. فمهم جدا ان احنا نناقش طريقه الانتخاب، وان احنا زي ما ناقشناها في شان قانون مجلس النواب، وقلنا لا، ان مهم جدا نكون احنا الاساس هو الانتخاب الفردي اللي مصر طول عمرها الحقيقه بتعرفه، وان يكون الاحزاب ليها نسبه قليله جدا، لان ما عندناش احزاب حقيقيه تقدر تقول ان هي بتمتلك الاغلبيه او الاكثريه، او حتى ما عندناش حتى حزب معارض نقدر نقول في الفتره الاخيره، وده وضع استثنائي بعد 2011. لكن مهم، ده دورنا زي ما سياده الرئيس وزي ما الدوله بتبذل جهد غير عادي في مجال تعمل بناء، في مجال الطرق، في مجال المدن، في مجال الطاقه، لازم نكون لينا دور ايجابي ان احنا نستكمل البناء الديمقراطي اللي عمره قارب 200 سنه في دول بتنتقدنا، وعمرها 40 50 سنه، يعني ما تجيش عمر نادي. أيوه. نادي الجزيره 1882 يعني. أيوه. يعني في دول بقنواتها عمرها اقل من عمر انديه عندنا في مصر يعني. نعم. فاحنا دوله عندنا دستور، عندنا برلمان، عندنا احزاب، وفتره توقفت الاحزاب رجعت تاني الاحزاب. ما نقلقش من فكره وجود معارضه. نعم. لانه المعارضه دي جزء من النظام، المعارضه هي اللي بتنير الطريق للاغلبيه او الاكثريه. يعني لازم يكون في وجداننا وفي ضميرنا كمجتمع ونساعد السلطه في هذا، انه البناء الديمقراطي احنا بنساعد في وجود احزاب ايا كان مسماها، يعني حتى حزب المعارضه احنا ندعمه. يعني الدوله لازم يبقى في توجه، في مؤتمرات، في ندوات، في دراسه، ليه ما عندناش احزاب قويه سواء بتمتلك الاغلبيه او الاكثريه او معارضه؟ ليه ما فيش احزاب؟ يعني لازم التجربه يتم دراستها. يعني الانتخابات اللي فاتت دي مرت. نعم. ونتيجه الانتخابات ما فيش وجود للاحزاب. نعم. بشكل قوي داخل البرلمان. نعم. ما شفناش الرقابه السياسيه احنا تشريعات فقط، لكن الدور الرقابي لاعضاء البرلمان مش موجود، لان مفيش احزاب قويه، مفيش معارضين اقوياء، فبالتالي طيب. مفيش رقابه للحكومه على الاطلاق. خلينا اعود للاستاذ محمود كمال فيما يتعلق بمجلس الشورى، هل سيعود بنفس الاختصاص اللي كان موجود بها قبل ذلك، وانه هو بيت خبره ومركز استشارات، ولكن توصياته غير ملزمه للبرلمان، ولا في المره الجديده هيرجع بتصور جديد ربما يكون اكثر فعاليه؟ اولا بس قبل ما ننتقل للاجابه، اتفضل، خلينا نكون المعارضه، لازم نفرق بين معارضه وطنيه بناءه، معارضه تعارض وتضع الحلول، مش معارضه تعارض من اجل المعارضه او معارضه دولاريه، وكلنا شفناها من يناير لغايه دلوقتي المعارضه الدولاريه، وشوف الناس كتير تقدمت للمحاكمه بالنسبه لقصه المعارضه. بالنسبه للاحزاب، الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى كان كلامه واضح ان هم بدل كسره هذه الاحزاب يندمجوا في خمس ست احزاب، وان دي الفرصه الاخيره. يا ريت يكون في يعني بعد الانتخابات دي يكون بقى في تشريع ان الاحزاب اللي مش هتواجد في الشارع او هتمثل داخل البرلمان او الشيوخ او المحليات يتم حلها. واحنا كلنا شفنا ان في حاجه اسمها تنسيق شباب الاحزاب، خدم عدد كبير من الشباب من خلالها في تغيير المحافظين الجديد. فاذا النهارده الدوله بتدي الفرصه لكل منظمات المجتمع المدني والاحزاب، الدوله هنا بتعمل اللي عليها. فعشان اتمنى ان الاحزاب تلحق نفسها، وان الاحزاب اللي مش هتاخد مقاعد في المحليات او في الشعب او في الشيوخ القادمين يتم ايه حلها. ننتقل لاجابه سؤال حضرتك اللي هو بما يتعلق مجلس الشيوخ. يعني القانون بوادره بيدي صلاحيات اوسع، هيبقى ان مجلس الشيوخ مش كمان هيبقى له دور رقابي ان هو
ايضا يراقب اداء المحافظين واداء بعض المسؤولين، ويعني من وجهه نظر متواضعه ان هو هيتم عمليه تنسيق، ممكن يكون في عمليه تنسيقيه ما بين المحليات والشعب والشيوخ، لان كل واحد بيقوم بدور، او ممكن نعمل هنا عمليه توزيع الادوار من خلال عمليه المراقبه، يعني حد يراقب مثلا رؤساء الاحياء، حد يراقب المحافظين، يبقى عمليه تنسيق وتكامل اللي طول الوقت رئيس عبد الفتاح السيسي بيتكلم عنها، اللي هي التنسيق والتكامل وتوزيع الادوار. مجلس الشيوخ يعني عائد بالسواء، هو او المحليات عائدين بادوار اكبر اكثر بكثير، وزي ما الدكتور قال كان عندنا فراغ حقيقي لعدم وجود سواء المجالس المحليه او مجلس الشيوخ، لان انا شايف ان كل واحد بيقوم بدور وان الثلاثه بيكملوا بعض، وشفنا ده يعني مش وليد النهارده، كلنا شفناه قبل كده ان مجلس النواب له دور، بس اتمنى ان مجلس النواب القادم يقدم استجوبات للحكومه، استجوبات حقيقيه للحكومه ما شفناش. طيب طول عمرنا بنشوف القوانين او مشروعات القوانين بتقدمها الحكومه، بيقدمها اعضاء في البرلمان، هل المجالس المحليه ومجلس الشورى من الممكن ان يقترحوا تشريعات في الفترة القادمة وفقا للقوانين بتاعتها اللي هيتم النظر يعني فيها يعني انا شايف بالعكس هيبقى من اهم الادوار والادوار الحقيقيه والمنوط بها مجلس سواء المحليات او مجلس الشيوخ تحديدا انه عمليه تشريع القوانين، يعني ممكن عمليه تشريع القوانين بدل المجلس يضيع وقت فيها، لا يبقى مجلس الشيوخ ياخدها ان هو يعني يشرع في القوانين ويشرع قوانين، يعني اثناء العمل في مجلس محلي محافظه مثلا هم شافوا انه الحكايه دي محتاجه تعديل تشريع او حاجه، يقدروا يرفعوا توصيه لذلك الى مجلس الشورى او الى البرلمان. طب ما هنا هنا بقى القصه، هنا البرلمان مفروض ان هو ايه، برلمان مثلا بيراجع القوانين او ان هو مثلا بيراقب الحكومه او الى الادوار المختلفه بتاعته، فهنا دور مجلس الشيوخ التشريعي انا شايف ان الدور التشريعي لمجلس الشيوخ هو من اهم الادوار المنوطه به في خلال الفتره القادمه بعد انتهاء مجلس النواب والانتهاء من القانون، لازم نشوف القانون في شكله النهائي عشان نقدر ندي الصوره متكامله وصحيحه. دكتور محمد حابب تعلق؟ الحقيقه هو تحديدا مجلس الشيوخ السلطات اللي منحها له المشرع الدستوري هي محدده، يعني ملوش الحق انه يقترح مشروعات القوانين وانه يناقشها، لا الحقيقه ده مش ولا حتى ولا الإدارة المحلية ولا المحلات يعملها دستور، لا دستور محدد هذا الأمر هو اختصاص تحديدا ويمكن لما شيخ الأزهر أو طلع بيان قال إنه الأزهر بيعد مشروع قانون ليس من حقه، اللي بيعد مشروع القانون الحكومة، نسبة من أعضاء البرلمان اللي هي الخمس، رئيس الجمهورية، ده على سبيل الحصر، دي دول يقترحوا، دول سبيل الحصر محددين في الدستور فقط لا المجالس المحلية مش من حقها دستوريا. أما قانون مجلس الشيوخ فهي السلطات أو الصلاحيات أو الاختصاصات واخدها فقط من الدستور، تحديدا هو مر بثلاث مراحل مجلس الشورى. المرحلة الأولى بدايته كان فعلا هو بيت خبرة، بيعمل الدراسات، بيعد المشروعات، لكن ما كانش ليه دور تشريعي، لكن حصل تعديل تشريعي قبل 2011 وتقريبا نفس الاختصاصات اللي موجودة في الدستور الحالي لمجلس الشورى هي ذاتها اللي موجودة حاليا نفسها تقريبا. اسمح لي أتوقف هنا لأن معنا ضيف كريم على الهاتف، هرجع لحضرتك بعد الهاتف. معنا الأستاذ خالد حسن رئيس تحرير جريدة عالم رقبي، برحب بحضرتك. أهلا بيك وبضيوفك الكرام. تسلم يا أستاذ خالد وكل سنة وانت طيب. بنتكلم على أهم التشريعات التي سينجزها البرلمان ومجلس النواب في عام 2020، ومن أبرز هذه التشريعات كما هو يتردد ما يتعلق برقمنة الدولة المصرية، كيف رأيت ذلك؟ طبعا في الحقيقة التشريعات القانونية هي جزء مهم جدا لاستكمال البنية المعلوماتية المناسبة لتحقيق مفهوم الرقمنة. يمكن كان في أربع قوانين تحديدا كان على أجندة وزارة الاتصالات والفعل تقدمت بها للمجلس النواب، يمكن كان أهمهم طبعا صدور قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية اللي صدرت من البرلمان في شهر إبريل تقريبا الماضي، ويمكن ده كان شكل طفرة فعلا في مكافحة نقدر نقول الجرائم الإلكترونية اللي بدأت تنتشر في ظل استخدام التقنيات الحديثة زي الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية وتزييف
بيانات المواطنين سواء مستخدمي السوشيال ميديا او تطبيقات الدردشه. ويمكن شكل طفره كبيره جدا في ان احنا قدرنا نحصر بشكل كبير مفهومنا للجريمه الالكترونيه وازاي ممكن نتعامل معاها ومن الجهات المسؤوله عن مكافحتها، وده ادى ثقه للمواطن المصري في بتعامله مع المعاملات الالكترونيه. الحاجة الثانية اللي ممكن يكون برضو وزارة الاتصالات تقدمت بها ويمكن مجلس الوزراء وافق عليها ومجلس النواب بيناقشها الشهر اللي في شهر 11 اللي فات، اللي هو طبعا قانون حماية البيانات الشخصية. حضرتك تعلم ان القانون دوت مهم جدا اذا كنا فعلا عايزين نخلي مصر مركز اقليمي لصناعة البيانات ومراكز البيانات العالمية، ودي صناعة قوامها حوالي اكتر من 200 مليار دولار على مستوى العالم، وممكن تدخل لمصر نهر جديد زي قناة السويس، وبنسميها احنا كمتخصصين في مجال التكنولوجيا ان دي الممر الرقم الجديد اللي ممكن يعني يضاعف عائدات مصر. اذا كان قناة السويس بتدخل دخل اكثر من 5 مليار دولار، الصناعة دي ممكن بسهولة جدا ممكن ضعف المبلغ ده. ويمكن القانون ده ما بيقتصرش اهميته على ان مصر توطن صناعة مراكز البيانات فيها، ولكن كمان ازاي تعامل شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في معالجة وطريقة حفظ البيانات وبتقدمها لمين. استاذ خالد، انا اذا احنا هيتعمل تشريع خاص بتحويل الدولة الى الرقمية او الرقمنة، بس ارجوك علشان انا عايز افهم شوية وانا والسادة المشاهدون، يعني ايه تحويل الدولة الى الدولة الرقمية او الرقمنة، وليه بيقولوا عليها رقمنة ولا رقمية؟ طيب يعني ريت تفهمنا بشكل مبسط. ببساطة كده، رقمنة عشان جاية تعرف حضرتك الكمبيوتر اللي يقرأ ما بيقراش غير صفر واحد، فهي ارقام، الكمبيوتر لا يتعامل الا مع ارقام. عشان كده يعني احنا مسمينها الثورة الرقمية، لانها الكمبيوتر بمعنى اصح ان انت تستخدم التكنولوجيا العالية واجهزة الكمبيوتر في كل معاملاتك الخاصة او حتى الحكومية، بحيث ان الخدمة تروح للمواطن مش المواطن هو اللي يروح. وده كنا بنقول عليه زمان الحكومة الإلكترونية أو الحكومة الذكية، ولكن النهاردة التحول الرقمي هو بقى السائد، إن هو كل المؤسسات سواء حكومية أو خاصة داخلة ناحية التحول التكنولوجي، لأن هي بدون تكنولوجيا ممكن ما تجدش مكان ليها في السوق سواء كان المستوى المحلي أو العالمي. ومن هنا جت المسمى اللي هو الرقمنة أو التحول الرقمي. المقصود كمان بالتحول الرقمي ان حضرتك النهارده المعامله بتاعتك بدل ما بتضطر تتعامل مع موظف حكومه او كذا شباك او كذا جهه، انت النهارده ممكن تحصل على خدمتك ديت في اي مكان انت موجود فيه وفي اي وقت بخلال اتصالك بالجهاز التليفون اللي في ايدينا. كل تقريبا 90% من المواطنين عندهم تليفون. طب احنا استاذ خالد، احنا دلوقتي تلاقي كل مواطن شايل في جيبه يطلع 20 كارت كده، ده خاص بكذا وده خاص بالبنك كذا وده خاص بالمعامله كذا. طب ليه احنا في عصر الرقمنه ما نختصرش الارقام دي كلها الرقم واحد لكل مواطن عشان ما يقعدش يشيل كروت في جيبه كتير وتتسرق منه، ولا يتلخبط منها، ولا يتوه في كلمات الباسورد او خلافه؟ طبعا انت عندك حق في النقطه دي، مهمه جدا. ان بس زي ما قلت لك ان احنا يعني احنا بناخدها سنه ومرحله مرحله، ما تقدرش ان انت في الوقت الحالي تخلي البيانات كلها تتكلم بعضها، لان لسه ما فيش تكامل ونقدر نقول المعلومات الموحده او انظمه مش متكامله بالظبط لسه، لكن احنا على الطريق واحنا يعني مش متاخرين جدا عن العالم. ولكن احنا ابتدينا عمليه التحول الرقمي ديت او الحكومه الالكترونيه في تقريبا من نهايات القرن الماضي، تقريبا من سنه 1995، ولكن نقدر نقول بس تعطلنا شويه، وللاسف يعني كانت الاسباب خارجه عن ارادتنا. ولكن اعتقد في ظل الدعم الكبير اللي بتوليه القياده السياسيه على اعلى مستوى لمفهوم التحول الرقمي، ان احنا هنقدر يعني نسرع عمليه التحول، وان احنا خلال السنتين الجايين دول المواطن نفسه هيشعر بتحسن كبير في مستوى الخدمات من خلال استخدام التكنولوجيا، ومن خلاله هو كمان بيلاقي ان هو الخدمه بتحصل عليها. وهيبقى في قاعده تشريعيه منتظره من خلال هذا العام ان شاء الله باذن الله. في طبعا اهم قانون اللي هو قانون المعاملات الالكترونيه اللي احنا متوقع ان هو باذن الله يتقدم السنه دي، باذن الله ويتم الموقع عليه. كمان متوقعين ان هو قانون البيانات الشخصيه باذن الله يبقى فيه هيئه قائمه على تنفيذ القانون ده، وتكون هي الجهه الممنوح ليها السيطره على كيفيه معالجه وحفظ البيانات سواء كانت من جانب الافراد او من جانب الجهات الحكوميه، عشان يحصل عمليه ثقه اكبر للمواطن في استخدامه لكافه اوجه الرقمنه او المعاملات الالكترونيه. اشكرك شكرا جزيلا.
الأستاذ خالد حسن رئيس تحرير جريدة عالم رقمي. تفضل دكتور ذهبي يكون له طعن كلامك أو لو حابب تعلق. الحقيقة أنا حابب أعلق على الحديث الأستاذ الفاضل. هو فعلا مفيش استثمار ممكن يحصل مش حتى في مجال التكنولوجيا المعلومات ومسألة الحديث عن الأرقام والتحدث الزميل فاضل عنها إلا بوجود قدر كبير من الضمان والحماية القانونية والجنائية اللي بيضعها المشارع. ولذلك كان من أفضل القوانين اللي تم كانت في منتصف العام الماضي تحديدا قانون الجريمة الإلكترونية، وبالقانون الثاني اللي منتظرين لحماية البيانات الشخصية. أنا أعتقد أنه ده هيكون في تشجيع غير عادي لأي مستثمر أجنبي أن يجي مصر عشان يستثمر، لأنه مسألة غير مقبولة أن أنا ما يبقاش عندي حماية شخصية مش مجرد حياتي، لا شغلي. ما هو الأرقام اللي أنا بتعامل عليها اللي هي بتمثل جهازي هو في العالم. حتى السؤال اللي سألته للأستاذ الفاضل أنه هو رقمك التأميني، هو رقم السيارة، هو رقم جواز السفر، هو رقم بطاقتك الشخصية أو الرقم القومي، هو رقم واحد اللي بتتعامل به، لأنه أنا هنا برقم وهنا برقم وهنا برقم، الواحد فيها كل الأرقام. نعم نعم، والأرقام دي مسألة أصلا صعبة طبعا يعني إحنا في المحاكم جزء كبير جدا من بنحس إن في بيروقراطية، بنحس إن إحنا في العصور الوسطى. فكرة الأجندة، الجدول، الدفتر، المحضر، الصادر، الوارد، الكلام ده لو في النهاية تحول إلى رقم، رقم واحد، رقم واحد كده. أنا من خلال مكتبي بفتح الجهاز، بخش على الرقم ده، أعمل اطلاعي، أسدد رسومي، عايز شهادة، عايز صورة حكم، عايز سهل للدولة كمان. نعم هي الفكرة بهذا المعنى. لكن بالنسبة للشخصي هو رقم بيتعامل بيه في كل الجهات، كل الجهات، لكن في بعض أمور لا، هيبقى الرقم مختلف. يعني زي ما بحكي مع سعادتك، لو رقم القضية، يعني احنا اشتغلنا في بلاد وفي نظم مقارنة فلقينا الأمور دي عندهم، أنه حضرتك هو رقم واحد بتاخده مثلا لدعوة، الدعوة من خلال مكتبك بتعمل كل حاجة، هو حضورك الجلسة فقط اللي بتنزل. فتخيل حضرتك كم الضغوط اللي على المحكمة، محكمة مؤهلة يخشها 2000 فرد، بتلاقي 20 بني آدم دخلوها، وهو يجب 90% من الأعمال دي إدارية أنت تعملها وانت على مكتبك. لو احنا استكملنا الحديث لأن هو الكلام الهائل اللي قاله هو بدأ فعلا سنة 95، أنه ما كانش في زمان تقدر تطلع شهادة ميلاد أو أسيمة جواز أو لو حضرتك تتذكر البطاقة ما كانتش بالشكل ده. ما هو ده نوع من التحول الرقمي، يعني أن أنت ده أمر بقى. ونرجع لمسألة مجلس الشورى تحديدا، فهو بالحالة اللي احنا موجودين عليها هو ليه سلطات تشريعية وليست السلطة التشريعية كاملة، لا هو فقط في 5 اختصاصات أو سلطات أناط المشرع الدستوري بها لمجلس الشيوخ ممثلة أو مقاربة للوضع ما قبل 2011 اللي هي يؤخذ رأيه في القوانين المكملة للدستور في المعاهدات المتصلة بالسيادة وتحديدا الصلح. الأمر الثاني مشروعات القوانين اللي يحلها رئيس الجمهورية يقدر أهميتها فبيحلها لمجلس الشورى، أخذ رأيه سواء رئيس الجمهورية أو الحكومة. طيب أنا بس عندي نص دقيقة لحضرتك ونص دقيقة للأستاذ محمود، فعايز قانون الجمارك في جملة أو جملتين، إيه المنتظر منه اللي حيسن في 2020؟ هو قطعا الجمارك أو الضرائب، يعني أي منهما، هو مسألة أنه بيحدث دائما في هذين القطاعين أمور متغيرة كثيرة مرتبطة بالنواحي الاقتصادية واللوجستيات. شايف ان هيبقى فيها تيسيرات ربما اكثر في الفتره القادمه؟ اعتقد لكن مش في مساله الاستيراد، يعني مش في فتح الاستيراد. نعم اتجاه الدوله رايح للتصنيع، للانتاج الوطني. نعم. الوطني الداخلي والانتاج الوطني والتصنيع، لكن مش رايح ناحيه ان احنا نفتح الاستيراد بالقدر لانه ده بيضر بالصناعه الوطنيه. مفيش كلام. استاذ محمود شايف بقى 2020 ازاي في ظل ان شاء الله لما يتم انجاز هذه التشريعات في نص دقيقه؟ يعني ان شاء الله هذه القوانين تكون مكمله لخطط ورؤى الرئيس من اجل تحقيق التمام والمستدامه. وانا عايز اختم بجمله الرئيس عبد الفتاح السيسي قالها امبارح: ما تقلقوش ما تخافوش، هنخاف من ايه؟ ان شاء الله تسلم الي تسلم جيش شرطه بلادي، اللي جاي احسن ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. اشكركما شكرا جزيلا، استاذ دكتور محمد الذهبي، استاذ القانون الدستوري والمحامي بالنقد، شكرا جزيلا لحضرتك. كما اشكر الصحفي الاستاذ محمود كمال،
نائب مدير المنظمة العربية الأفريقية لقطاع الإعلام. شكرا جزيلا. ومشاهدينا الكرام، حتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة من قضايا تشريعية، لكم تحيات أسرة البرنامج وإلى اللقاء.